السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم في سيتي سكاي لاين، المدن الخضراء على بارك لايف. طبعا آخر مرة شو قلت لكم؟ أنا قلت لكم نحتاج نحصل سلوشن حق منو؟ حق الماء والكهرباء، ولازم نسوي لهم وحدة شو منفصلة بروحها في مكان فنان. طبعا حصلت المكان، أنا لازم دايرة الماء والكهرباء هاي الحين خلاص. لو استوت المدينة استوت ضخمة، ما عاد المدينة تكون نفس المدينة والمدن الصناعية، لازم نسوي شيء في الخاص. تعالوا مويه كهرباء وخلاص والامور طيبة، ما عاد ما ادري خلاص. نسيت لوحة بس كورونا سوالف تقهرني، عرفتها زين. فالحين اللي راح يحصل، راح نسوي مدينة كاملة، مش مدينة، مكان للموية والكهرباء. طبعا الحين المودات في ردة اشتغلت، يكون في عندنا كنترول اكثر، يكون عندنا ويكون في عندنا شغلات افضل نسويها. ولا زين، خلوا هاي بروحها. الحين مدينة الماء والكهرباء وين راح تكون؟ عندي انا، بالنسبة لي انا تبدأ من هنا، بس خلنا نمد لها شارع بس قوت، لأنه ما ابغى هذا، مش حبوي هذا، ما ينفع. نبغى هاي واي، وايد بعيد الدرب، بس هاي واي وايد عود، يعني ما اعرف احس عود وايد، ما يبغى له ولين هاي واي ايش دايركشن. اوكي، نبغى خط جدا صغير حق المكان هذا. ايوه شوفوا هذا الشارع، اوكي منطقي بالنسبة للهاي واي. لا هذا نبغى وان واي، وان واي نبغى، ايوه وان واي هاي واي. اوكي ونبغى هذا اللي بدون نويز بارير، ما اظني في شارع في الدنيا تشوفوني يسوي بالطريقة هاي. نوي نوي ان شاء الله بس تون بس الهاي واي، لان انا ما بتكون مدينة ضخمة، يعني بيكون هاي واي عادي يعني، بس المفترقات الضخمة بس الشارع العام. خلاص عندنا مدينة ضخمة، يعني ما راح تكون مدينة ضخمة، هنا راح تكون دائرة الماء وشو والكهرباء، واللي هم راح يكون تصميمهم شوية حتى غير اللي أبوهم يكونون الكهرباء في مكان شوية بروتكتف. يعني أبا الماي والكهرباء، ترى خريطة عندنا استوت ضخمة، ومش كل المودات 100%، ترى بعض المودات ها استل بعدهم تعبانات لكم عليهم. وين صار يقول مين يعود الحين؟ واحد قاعد يدور، هذا حصلته زين زين، حصلته زين. الواحد قاعد يدور، ما في شيء اسمه سلوك يا حبيبي، في شيء اسمه انك راح ترتفع غصب، مش طيب. هذا المكان راح يكون سوبر بروتكتيف، وليش؟ لان عندنا نووي، شفتوا بحياتكم نووي مزح وياه؟ شفتوا بحياتكم نووي شي من غير حماية من غير سوالف؟ ما في نووي، نمزح مع النووي؟ ما نمزح، متى نمزح مع النووي؟ نعم خلنا نأشر عليه كامل. الحين عشان نأشر عليه كامل معنا، أشر عليه كامل
مشكلة النقاط حتى ارتفع. عفوا ما برفع حبة حبة، انا سوري والله، سوري يا حبايبي سوري، حبة حبة ماني راضي. شوف اوتي احسن، خلنا نسوي له دي سلكت، نسوي له حبة حبة. بعد ترى اسرع مني ارفع واحد واحد وقايس واسوي هذا، مو بالتول يعني، يمكن اكثر تول انا فعليا استعملته من كل التولز، موفر عليه شيء خرافي يعني. وبنسوي بين الماي والكهرباء نقطة، شو نقطة توصل اللي هي جسر، ومن الجسر بننزل للهاي واي. بتقولوا لي كيف؟ شوفون الحين ما علي، اذا في نقاط ارتفع بنزلهم بضبطها ما كملت، انا ما عليكم. بس شوفوا هذا فرق البروسس بين مدينة ومدينة، في مدينة لازم نتعب عليها بزيادة، في ديزاينات لازم نتعب عليها بزيادة، سوالف لازم نسويها بزيادة، تحسون فيها مبالغة، لكن هي مش من باب المبالغة، هي من باب شو؟ إن لابد يكون متكتف. أيوة الحين نرفع بعض النقاط ونعدل بعض النقاط، بسوي شوفوا بدل ما أقعد أعدل وأنزل كل وحدة، أحاول أسوي ميلان شو؟ طبيعي للكونكريت الاساس. هالمنطقة مان ميد، بس هالمنطقة مان ميد ليش؟ لان الحين نحن عندنا مصنع نووي، افترض ان هالمصنع النووي قرر في لحظة من اللحظات انه شوف ينفجر، وليكن زين انه بينفجر، فشو لازم يكون حوله؟ الارضية تتحمل وتمتص صدمة الانفجار. في نفس الوقت انا حاط النووي في الصناعية عند المدينة، يعني لو تشوفون النووي هنا اذا هذا ينقع كلهم ماتوا. وين انت ك يعني انا كواحد اسوي منج ولا مدير المنطقه هاي، الفايده من يوم اني اخليهم يموتون؟ حرام صح. بعدين نوعا ما بنبعد عنهم شو مثل ما تقولون الانفجارات، الانفجارات والنويز وايد شغلات راح تبتعد عنهم، وايد شغلات. صغر البرش هني، نسوي ريفاين تيرز، اوكي اوكي اساس انه يكون شو ها. بعد وايد مرتفع صح، ننزل هذا حاد مرة، ننزل هذا وياه، ننزل هذا. ولكن كنت اقول لكم لو كنا دور ما دوره سوينا نفس الطريقه ما كنا خلصنا ترى. نزل هذا هني، هذا هني، حطت النووي الجديده بتكون دمار شامل ترى، شيء مضبوط. نبع شوي اوكي، بنمد التول هذا والحين نسوي لهم الحين، بس يبغالنا هاي نعدل شوي البقعات خفيف خفيف، هذا تحديد الحياة هذا تعالي يموت. هذا ليش هذا وايد نازل؟ لا 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 يا ابوي تعال برفعك يا اخوي، ولاني اقعد الف في الارض، هذا على اساس الارض تكون متساوية تقريبا كل الجهات. ارفع هذا ممكن سلكت زين، الارون هذا الاتجاه هذا ايوه
النووي الجديد بيكون شيء ناجح. شوي ترى عادي مو مشكلة، الاختلاف البسيط ما بيضرنا وايد. ولن شو اسمه يعني مش نفس الفلوت قضية على ولدتهم مرة طيبة. زين الحين بس نبغى نسوي هالمناطق خاوي اساس الشارع يطلع. يبين ان محطة نووي يعني طريق الناس ما تبغى تدخل. انا اقولكم نلغي المرتفعات الجانبية بكل بساطة يعني. حين وطولت ها شوية اوكي مو مشكلة، بس كان الاول اللي يبلح ولا عرفته. واي شيء بعد فاينر ولا شيء زياده حط عقب في المستقبل الرئيسي ما في مشاكل. اوكي شوف الحين شكله الحين زين وايد زين. مصنع النووي راح يكون عبارة عن شو؟ أنا بخبر مسكن بسيط حلو، شارع أساسي للنووي نفسه اللي هو شوارع كله بخطين طبعا. كان عندي شارع جديد صار مش جديد بلد. الجديد مو بلد زين، نبغى شارع هذا للنووي نفسه هني. هذا هني راح يكون منو المصنع النووي نفسه هني. انا متاخر شوي بعد بالضبط. زين هذا المصنع النووي نفسه هني راح يكون، بس خلنا نمد بالكهرباء من الحين. ليش؟ ما تلعبوا بعدين هو اندر جراوند عرفتوا؟ ممتاز كم مكان عدل بيركب هنا عند محطة الماء الحين ما في مشاكل يعني. هذا راح يوصل الكهرباء من دون كلها مع بعض. انزين ادري ما عندكم كهرباء انا ازعل. ومن النووي نفسه هني راح يكون في مبنى إداري اللي هو هني. حلو مبنى إداري أرض مش 100% ثاني مشكلة عادي. أنا أرتب واحد مختلفة عن الثاني، بس تشوف كلهم ينبني عليهم عادي أمور طيبة. وبيكون عندنا الحاسم هو شو يكون عندنا هني جسر هذا، وفي جسر يودينا من لحظة كان عندي لقيت وينه جيت 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 بوابة مالي عربي ما بوابة جيت تذكرون الجيت ما نبغى الزو وين الجيت وان هذا ها 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 حصلته. زين خلنا نلغي الشارع هذا وبحط الجيت هذا وين هني، وهذا الجيت يطلع لي شارعين
قرع بخطين يعني، قرع الأول هذا اللي هو هني بيكون من هني لين وين؟ لين هني. حلو. الشارع الثاني بيكون من هني مسكان لين وين؟ لين هني بيوصل هني. هاي شغلة الجيت الأساسية. بس ترى من عزلة بالطريق هاي يستوي السكيورتي وايد قوي. هاي يمكن تصور. أيوة أيوة خرب الدنيا. أيوة اوكي ممتاز. وهذا من يطلع بيمر على منو؟ على الشارع. هاي احراق. اتوقع هذا عبارة عن هذا طبعاً. هذا يطلع هذا من هني لين هني، هذا من هني لين هني. خلاص اللي بيرد يدخل ويطلع من البقعة لازم يمر على بوابة منو؟ بوابة الجيش. هذه أكيد بوابة الجيش بتكون. منو بيحمي المشاة هذا؟ تعرفون واحد افضل من الجيش في المنشأة؟ ما في. هم اللي عندهم البور والسلاح اللازم لحماية المنشأة. انزين وناخذ من هني لين، بس ما بيكون تصميم التصميم المعسكر ذاك، لا غير. الحين هذا عندنا زين ممتاز. شو ابغى اسوي؟ بس ابغى اوقف اللعبة اشل النووي مالي. خلاص نسوي له تحويل دايم نووي من هذا المكان الى مفاعل. حلو. مفاعل الثاني مالي وين؟ مفاعل الثاني بغض النظر عن اي كهرباء ثانية ما تهمني، انا بس هني جاي حق اجيب النووي. اي مصدر كهرباء ثاني عادي يعتبر، مش ما يتطلب حماية. حماية مرة طيبة. زين في عندنا نووي غير؟ ما اظني، اظني كان حيت كان اثنين نووي عندي، بس ما كان عندي غير الاثنين نووي. وبنحط للنووي هذا، بس لحظة خلنا نوصل النووي في الكهرباء بعدين ارمش المايل. اوكي عن الطريق هذا اظن في بيكون في باور دروب عندي ولا ان شاء الله ما يكون فيه. يوصل من هني لهني. خلاص كل حد عنده كهرباء، بس امور طيبه. الحين شو بس يقول؟ الماي سوري. هي غير ماي يا حبيبي، مش باور دروب عادي. خلينا من هذا من الوسط لين هني، وعلى اساس انه يشتغل يبالي وصل في شارع عادي. زين هذا شارع عادي وهذا من وين؟ يوصلون نفس الطول. لحظة زين اساس يكون نفس
جوجل. يكون مويل شوي بس منطقي يعني لانهم جايين على بعض عرفتوا. بعدين اعتذر شوية نفس الارتفاع تخليهم ينزلون لين تحت. هذا it makes sense يعني مش انه ننزل من قبل الهاي واي ما انه من تحت. اي جايين جايين هني. هذا هاي واي هاي واي يعني سنة الجوك. بس شو مشكلته؟ ان هذا فيري سمول هاي واي. انا عشان هو بيكون مش كفاية. فوق اول كفاية. قبالنا برش أصفر نسوي بلد هني حق أرض إن شاء الله الخطة تنفع. يب بالضبط. الطريقة هاي بيكون منطقي شوي نوعا ما. نوعا ما هذا ما يستوي خلاص. هذا وايد اوكي يعني. هاي شارع حلو الصراحة. انزين بما انه الهاي واي هذا اصلا شوي شوي يستوي نبوة من الشارع هني سبوستي وشارع جبلي من تحت الجسر. يا عجيب والله. لين يوصل ولا عادي بوشير هذا زين. هني محطة الماي مال الكهرباء بكبرها. هني محطة الماي الكهرباء لماذا؟ بعد نسوي الأرض شوي. شو هذا؟ أي جميل. هذا التول حلو إذا تعرف تستعمله عدل. مش طبيعي. إنزين. الحين شو بنسوي؟ أنا بشغل الشارع. الماي الكهرباء مش. انا ما اشوفه ماكسيموم سكيورتي. ما يستاهل يكون ماكسيموم سكيورتي الصراحة لانه ماي كهرباء اوكي نووي لانه وبس لانه حيتشو ولا بسبب شو. ليش انا اقول لكم الكهرباء عليه لازم يكون سكيورتي؟ احنا قاعدين نستعمل نووي والنووي يعني في يورانيوم. يورانيوم الناس تبايع المجرمين يبونه
انزين نسوي الارض هني، هني شوي بنمد الارض على اساس انه يبين مان ميد بشكل حاد، بعد ابغى يمتد بشكل حاد حاد، انه بيكون مصنع ولا بالاحرى مضخات ماي ضخمة اصلا، مش مضخات ماي صغيرة عادية. هذا خلنا نمسح بس، زين خلنا نمسح هذا، نمسح هذا ونرد نحط الشارع بيكون غير. اصلا الحين لو ارد امسح الشوارع احط الشوارع غير. خلنا نوقف بعد نكشن ماله، ننزل هذا اليومين، هذا لين هني، اوكي مو زين. هذا بيكون الماي بس. شو حاليا لان اصلا ما خلصنا الكهرباء، بس خلنا نخلص السكن. هذا سكن الناس الموجودة هني، هذا الدكاكين اللي بيسوون شوبينج منها. طبعا نحن بنعتبر ان كل هذا سكيورد، هاي الشركات الخارجية اللي تجيب لنا الوقت، نحن بنعتبر سكيورد اصلا، لازم نعتبر سكيورد. جيبوا هني، تعالوا هني، اجباري نعتبر سكيورد. باقي المساحة ما اعرف ايش بستغل حاليا، بس محتاج مركز شرطة صغير اصلا بكل الاحوال. سوري، عيادة هني حقهم، دوم نووي ما في عيادة ما يستوي. يبالي انزل شيء بدون كوست صراحة، صراحة يبالي شيء انزل بدون كوست، لانه وايد اماكن صغيرة قمت اسوي. الأماكن الصغيرة هاي ما تتحمل وفيها كوست، طبعا هذا بيساعد انه وظايف التيام. ريمرز هولدنج سيل، هاي اعتبر شرطة اصلا. هاي البوابة كبوابة، شو بس ما عندك كهرباء، هذا عندك كهرباء لا بس عادي. شوف هنا عند النووي يعني مش قضية، هذا اللي شوية خلوا لي. زين ها كانت حلقتنا اليوم مصنع النووي، بشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير، ونشوف شو نسوي ان شاء الله مع الماء. والسلام عليكم ورحمة الله.